انطلاق المعركة البلدية في الجنوب والسعود أول المقترعين في صيدا. السلاح بأيدي الطائشين يجرح وحسين يناشدهم. بلا انه ما عادش حدا يقوص عشان اذا بضلني اوصو حيروح كثير جرح. المنسف السعودي جمع المتخاصمين. أناشدكم بحيث يحل عيد الفطر المبارك ويكون للبنان رئيس عتيد. تنحية المحقق العدلي في قضية القذافي. بداية نهاية المأساة هانيبال القذافي. المسربون لبهية فاجأناك مو. هتطمن جماعة الخلايا الليل ابتدت محاكماته. صباح الخير. فتحت صناديق الاقتراع هذا الصباح في الجنوب لانطلاق عملية بلدية بخيارات سياسية. أول المقترعين كان رئيس بلدية صيدا الحالي محمد زهير السعودي. للمرة الأولى يخوض الجنوب حربا ليست ككل الحروب، فهذه الأرض هي أم المعارك بالفطرة، لكن معركة اليوم ستكون بين خصوم سياسيين لا بين أعداء. حزب الله وحركة أمل يسعيان لتسجيل نسبة اقتراع عالية ويجريان ما يشبه الاستفتاء على الخيار السياسي من طرق إنمائية وبلدية. ومن خلال يوم الاقتراع فإن التحالف الشيعي الأبرز سيستخدم الصناديق للتصويت على الوفاء وإن برداء التنمية. في المقابل فإن خصوم التحالف الثنائي يتوزعون على غير بلدة ويتنوعون بين يساري وقومي ومجتمع مدني ومجموعة مواطنون ومواطنات في دولة، إضافة إلى الدور الأبرز الذي ستمثله العائلات، وبعضها ذهب باتجاه الخيار الحر غير المؤطر بالأحزاب والتيارات، على أن بوابة الجنوب ستشكل فاتحة المعارك وأكثرها تنافساً. إذ تخوض صيدا المعركة التقليدية في التاريخ الحديث بين آل الحريري والتنظيم الشعبي الناصري. ويضم المستقبل إلى تحالفاته الدكتور عبد الرحمن البزري والجماعة الإسلامية، فيما الدكتور أسامة سعد يخوض المعركة بصوت الناس، وهي الأصوات التي يعرفها ملح بحر صيدا وحارات المدينة وصيادوها وأسواقها الشعبية. وعشية افتتاح الصناديق جرى تسريب شريط صوتي للنائبة بهية الحريري بدت فيه تخوض الجهاد في سبيل استمالة أصوات الإسلاميين، وهي اضطرت إلى أداء دور القاضي ورئيس المحكمة والمدعي العام لتقنع أهالي موقوفي عبرة وغيرهم من الإسلاميين بأنها تعمل لأجلهم. ولم تكن بهية الحريري بحاجة إلى أداء قسم اليمين كي تقنع الناخبين من الإسلاميين، فالمرأة لديها حسن سير وسلوك مع موقوفي عبرة وتحديدا جماعة أحمد الأسير، وكلنا يذكر حكاية الغميضة عندما اختبأ الأسير في منزل مدير مشتريات قصر مجدليون محمد الشريف، وتمكنت الحريري حينذاك من تحرير الرجل ورفضت توقيفه ولو بضع ساعات، وعليه فقد سبق الفضل. صعودا نحو جزين فإن الناخب عليه أن يتمتع بانفصام شخصية، ففي جزين انتخابات بلدية ونيابية في يوم واحد، لكن الغرابة أن التيار الوطني والقوات يتحالفان بلديا ويفترقان نيابيا، حيث الحظوظ الأقوى للمرشح أمل أبو زيد مع محاولة نيابية لإبراهيم عزار، فالقوات تجري اختبار قوة نيابية وتحجب أصواتها عن مرشح عون المدعوم من حزب الله أمل أبو زيد. وأبو زيد خالو من يكدس أصوات اليوم للانتخابات النيابية المقبلة.
من جديد إلى شبكة مراسلين المنتشرين جنوبا والذين يواكبون هذه المعركة البلدية والاختيارية، ومعي مباشرة الزميل رامز القاضي من صيدا، الزميل جاد غصن من جزين، وأيضا باسل العريضي من جزين، وآدم شمس الدين من النبطية. نبدأ مع الزميل باسل العريضي. صباح الخير باسل، كانت هناك رسالة سابقة مع الزميل جاد غصن من جزين حيث المعركة معركتان اليوم، ماذا لديك في المعلومات بعيدة فتح صناديق الاقتراع في جزين؟ يعني بالفعل كريستين، اليوم هذه المعركة، معركة جزين، هي معركة مزدوجة إن صح التعبير، نيابيا على المقعد الشاغر وبلديا. ربما الزميل جاد غصن تحدث عن الشق المتعلق بالأمر النيابي أو الانتخابات النيابية الفرعية في جزين. نحن الآن على أحد مراكز أقلام الاقتراع في جزين. كما نشاهد، يعني من اللافت بمكان ما كريستين، أن مع ساعات الصباح الأولى مع فتح الصناديق كان هناك إقبال كثيف على هذه الصناديق. اليوم بجزين في حوالي 9000 مقترع بينتخب منهم، عفوا 9000 ناخب، عادة من يقترع منهم حوالي 5500، هذا بحسب الإحصائيات الماضية وبناء على الانتخابات الماضية. اليوم المعركة البلدية هي معركة حامية جدا، خصوصا اليوم يعني كانت كما تحدثت في المقدمة كريستين، كانت الانتخابات النيابية اليوم هي معركة من بيجيب أصوات وفرق الأصوات بين المرشحين على المقعد النيابي، وتحديدا بين إبراهيم عزار وأمل أبو زيد. لكن على المقعد البلدي، على المجلس البلدي، الأمور مختلفة بعض الشيء. المعركة حامية جدا، هناك تحالف وتآلف القوات العوني الذي دخل بلائحة موحدة على انتخابات المجلس البلدي في جزين، إنما في اللائحة الأخرى المدعومة من إبراهيم عزار المرشح على المقعد البلدي، هناك تحالف آخر بين العائلات ومع الحزب القومي وبعض الشخصيات الجزينية، إضافة إلى أن حزب الكتائب اليوم بحسب ما صدر بالبيان الرسمي لحزب الكتائب أنه في المقعد البلدي ترك الخيار للناخب الحزبي حرية الخيار، وبالتالي خصوصا في الموضوع البلدي لتقرير وانتخاب من يراه أفضل لمصلحة بلدته. يعني بعض الأصوات عم نسمعها أحد منا هون من قبل قوى الأمن وبعض المنظمين لتنظيم صفوف المقترعين والدخول إلى أقلام الاقتراع، خصوصا أنه مثل ما عم تشوف الباب عم بيقفل بعض الشيء حتى لتنظيم هذه العملية الاقتراع، خصوصا أن رئيسة القلم كانت منذ قليل تطالب بالهدوء حتى يتسنى للمقترعين الإدلاء بأصواتهم دون أي تشويش. كما ذكرنا كريستين، لافت اليوم هذه الحماسة على الصباحية على الإقبال على صناديق الاقتراع. كان من المتوقع، يعني كان عادة بالسنوات الماضية تشهد جزين الحماوة الكثيفة على أقلام الاقتراع في ساعات ما بعد الظهر، لكن اليوم ربما نتيجة هذه حماوة المعركة وازدواجية هذه المعركة وثنائية هذه المعركة اليوم بين النيابي والبلدية أعطت هذا الحماس اليوم عند الجزينيين للقدوم منذ ساعات الصباح الأولى، منذ لحظة افتتاح الصناديق للاقتراع. كما كنا نتحدث كريستين، أن حزب الكتائب ترك حرية الخيار في المقعد البلدي لحزبيه والمناصريه لاختيار من يراه الأفضل لبلدته، وبالتالي عندما يعني تشتت أو توزع الأصوات الكتائبية بين اللائحتين يعطي اليوم القوى المتخاصمة المتنافسة على المقاعد البلدية تقارب في العملية الانتخابية في الجلسة في عام 2010. في الانتخابات الماضية كان حوالي الفرق بين اللائحتين، لائحة المدعومة من التيار الوطني الحر واللائحة المنافسة، كان حوالي 200 أو 200 وشوي أصوات، وبالتالي نتحدث عن 5500 صوت على فرق 200 صوت، تعتبر هذا الفرق ليس بكثير. اليوم المعركة حامية أكثر نتيجة توزع القوى السياسية، صحيح التحالف العوني القوات يعطي اللائحة الثقل الأكبر، لكن توزع الباقي الأطراف الأخرى أو الأحزاب الأخرى على اللائحة الثانية، وهناك يعني بعض العائلات التي رفضت كل هذه التحالفات أو كل هذه الوجود هذا حصر المعركة بهاتين اللائحتين،
ربما ستشهد هذه المعركة عملية تشطيب للوائح، وبالتالي نخرج بنتيجة أخرى مغايرة لكل ما هو متوقع. على أي حال طبعا اليوم نحن بعدنا بالساعة الأولى من عملية الاقتراع، نهار جزين طويل جدا سيستمر يعني حتى ما بعد منتصف الليل طبعا حتى يتسنى لمراكز الاقتراع وللمكانات الانتخابية لفرز الأصوات، خصوصا أن المعركة اليوم هي ثنائية. شكرا باسل. وقبل الانتقال إلى الزميل رامز القاضي في صيدا، نذكر بأن رئيس بلدية صيدا الحالي محمد السعودي كان أول الواصلين إلى مركز الانتخاب للاقتراع للائحة التي يرأسها والمدعومة من تيار المستقبل. نتمنى أنه آخر النهار تجوا تهنونا. نحن ابتداء من بكرة ما في أطراف، كلنا طرف واحد. بقول لهم يعني هذه منافسة رياضية، واللي بينجح إن شاء الله منهني، وإذا نجحنا نحن كمان لازم يهنونا. خايفين من تشتت الصوت الإسلاميين؟ لا. بعد اعتبر إنه لائحة أحرار صيدا المدعومة من الإسلاميين هي بمحل معين اللي حتقشط أصوات لائحة أنماء صيدا، لأنه طبعا جماهير اللي حتكون تتصوت لآل الحريري ممكن صرت عم بتصوت للإسلاميين أصميت، بالعكس ما حتقدر تاخد أصوات من عند دكتور أسامة سعد. كل الناخبين بصيدا هم أبناء صيدا، ولهم الحرية إنه ينتخبوا مين مكان. فما مش مهم مين ينتخبوا، المهم ينزلوا وينتخبوا، وبكرة أو الليلة إن شاء الله منهني الناجح. ما في شك يعني أحمد الأسير له أتباع، وأكيد أتباعه يعني بده ينتخبوا اللي هم بيقولوا له ينتخبوهم يعني. بيقولوا له ينتخبوهم. طبعا يعني هو أحمد الأسير ما عنده يعني أتباع أكيد. نبقى في صيدا والزميل رامز القاضي. إذن نعود إليك رامز، وأنت تواكب افتتاح هذه الانتخابات البلدية والاختيارية في صيدا، تفضل. نعم كريستين، دعيني أمر سريعا على أوقات التي سينتخب بها أبرز الشخصيات الصيدوية. ستنتخب هنا بعد قليل عند الساعة 9 النائب بهية الحريري، وأيضا الدكتور علي الشيخ عمار رئيس اللائحة التي تضم يعني أو كما توصف يعني عدد من الإسلاميين، وهي لائحة غير مكتملة، على أن ينتخب عند 10 النائب الرئيس فؤاد السنيورة، وأيضا رئيس تنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، فيما 10:30 الدكتور عبد الرحمن البزري وهو رئيس البلدية السابق، وأيضا 10:30 مسؤول الجماعة الإسلامية بسام حمود. أيضا دعيني ألفت إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق سيزور صيدا عند 11 صباحا ليلتقي محافظ الجنوب، وأيضا كما على غرار باقي الزيارات التي يقوم بها وزير الداخلية في الجولات السابقة ستتكرر هذه الزيارة في الجولة الثالثة للتأكيد على مسألة أن الانتخابات تجري بشكل طبيعي واعتيادي، لا سيما أن كان هناك كلام كثير وتخوف من يعني حماوة المعركة في مدينة صيدا، ولكن حتى هذه اللحظة تسير بكل ديمقراطية، ومن شأن أن يعني هذه الشخصيات أن تقترع باكرا لرفع حماسة الصيدويين للاقتراع، ولكن عادة في مثل هذا الوقت تبدأ المشاركة منخفضة لترتفع مع تقدم ساعات النهار. هناك أكثر من 17 قلم اقتراع في مدينة صيدا، تتوزع مختلف المدارس وأحياء المدينة. هناك 60,000 مقترع من المسجلين، يعني من المنتظر أن يقترع منهم حوالي 50%، لأن النسبة عام 2010 وصلت النسبة إلى 56%. هذه المرة يعني الفريقان يعولان على أن تكون النسبة مرتفعة نظرا إلى يعني العناوين السياسية المختلفة. بالنسبة إلى تيار المستقبل واللائحة التي يدعمها والجماعة الإسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري، هم يقولون أن هذا التحالف كرس انتصار في البلدية السابقة، وبالتالي لأنه ما زال هو عينه، وبالتالي من المنتظر يقولون أنهم سيحققون نتيجة في هذه الانتخابات، فيما يعول الرئيس التنظيم الشعبي الناصري على اختيار هذه اللائحة من الشباب وعلى تغير المزاج الصيداوي، واعتبار أن البلدية السابقة تتحمل يعني عدم إنماء المدينة أو العديد من التقصير في
العمل الإنمائي في المدينة. كل هذه الأمور إضافة أيضا هي تغلف يعني مغلفة بشكل أساسي بالإنماء، ولكن هي بشكل صريح وواضح اصطفافات سياسية وعناوين سياسية عريضة عن دور صيدا كبوابة للجنوب والانفتاح على الجوار، وكل ما هنالك من شعارات ترفع في هذه المدينة لتكون بروفا على الانتخابات النيابية المقبلة ومروحة الاصطفافات والتحالفات السياسية وموقع المدينة. كل هذا سيزخم مع ارتفاع يعني مع تقدم ساعات النهار حدة المعركة في المدينة. هناك إقبال على بعض مراكز الاقتراع يعني سواء هذا المركز أو باقي المراكز، يعني من خلال أيضا مراسلنا في صيدا عفيف الجردلي جال على بعض المراكز، يعني هناك نسبة لا بأس بها حتى هذه اللحظة. وبالتالي مع يعني هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة في المدينة. كريستين، شكرا رامز القاضي. ومن جديد إلى جزين والزميل جاد غصن، في الرسالة السابقة مع الزميل باسل العريضي جاد لاحظنا حركة لا بأس بها للمقترعين في مركز الاقتراع من حيث كان الزميل باسل العريضي، ماذا في الصورة لديك؟ كريستين، الوضع في جزين لا يزال هادئا للغاية. نحن كنا نحاول أن نعثر على مكان ما يعبر عن الحركة السياسية في المنطقة هنا قبيل الدخول إلى طبعا الأقلام وإلى أماكن الاقتراع المباشرة، حيث ستكون لنا الأرقام المباشرة واستطلاع عيني على ما يحدث داخل الأقلام في المنطقة بشكل عام. سوف تشاهدون الآن في الصورة هناك الشوارع شبه خالية، هناك بعض الحركة الصباحية التي نراها خفيفة بعض الشيء باستثناء بعض المواكب السيارة للحملات المشاركة في الانتخابات مباشرة وبعض السيارات الأخرى. نرى الآن في الصورة أحد مراكز التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية المشتركة. هنا كريستين لابد من إشارة وتوضيح لما ذكرتموه في المقدمة، حيث قلتم أن هناك نوع من انفصام في تصويت الناخب الجزيني اليوم، حيث ذكرتم أن القوات اللبنانية هي التي تنقسم في موقفها بين الانتخابات البلدية والانتخابات الفرعية النيابية. والصحيح أن ذلك يتعلق بحزب الكتائب أكثر من القوات اللبنانية. القوات في موقفها الرسمي أعلنت تأييد مرشح التيار الوطني الحر للانتخابات الفرعية النيابية أمل أبو زيد، كما أعلنت أيضا دعمها للائحة التيار الوطني الحر للبلدية، لائحة نحن لجزين التي يرأسها خليل حرفوش. دعم الكتائب بدأ أكثر تعقيدا، حيث نرى أن حزب الكتائب في الانتخابات البلدية موقفه ضبابي بعض الشيء، وحدث من لذلك بعض اللغط بالأمس حول هذا الموقف، حيث قال كانت الأجواء هنا في جزين في استطلاعنا الليلي، وكنا قد ذكرنا ذلك في رسالة ليلية بالأمس، أنه يترك أن هناك نوع من تارك لحرية الناخبين من قبل حزب الكتائب لينتخبوا بلديا من يشاءون. ولكن كان لنا حديث أيضا مع إبراهيم عزار وكامل عزار، وهو أحد الداعمين للائحة. طبعا إبراهيم عزار قال لنا أن حزب الكتائب واضح في موقفه الداعم للائحة التي يدعمها النائب السابق سمير عزار، واللائحة المواجهة للتيار الوطني الحر في الانتخابات البلدية. أما في الانتخابات النيابية الأمور أيضا أكثر ضبابية، مع دعم الكتائب الإسمي أيضا لأمل أبو زيد في ترشيحه للانتخابات النيابية. ذلك طبعا البعض رده إلى ترك حزب الكتائب لخياراته السياسية مفتوحة مع الطرفين، فيما البعض الآخر عزاها إلى خلافات داخلية في حزب الكتائب هنا، حيث الحيثية الداخلية كانت تميل إلى جهة، فيما القرار الحزبي الرسمي كان يميل إلى جهة أخرى، ما سبب هذا الشرخ. كريستين، نستطيع عودة سريعة إلى بعض الأرقام التي تتعلق بالانتخابات الثنائية اليوم، الانتخابات البلدية والاختيارية إضافة إلى الانتخابات النيابية الفرعية. بالانتخابات الفرعية النيابية الناخب الجزيني يصل عدده نحو 58,000 ناخب، تتوزع طبعا أرقامه ديموغرافيا
وطبعا ذلك معروف في العرف الانتخابي اللبناني، تأثير التركيبة الطائفية للمناطق على 57% للموارنة و22% للشيعة و14% للروم الكاثوليك، فيما بقية الطوائف تتراوح نسبهم بين 3% إلى 1% وهم من الأقليات. تبقى العين على الناخب الشيعي في القضاء لمعرفة توجهه إن كان سيكون، وهو طبعا المحسوب بشكل أغلب لحركة أمل من حزب الله، لنرى إن كان هناك قرار مباشر من الرئيس بري لدعم حليفه الطبيعي سابقا سمير عزار وابنه المرشح في هذه الدورة إبراهيم عزار، أم كما صرح الرئيس بري في الأسابيع الماضية أنه سوف يكون على الحياة في هذه المعركة. أيضا في المعركة البلدية كريستين هناك أيضا ترقب لي، وهي يعتبرها البعض أنها الأحمى، خصوصا إن كان في المعركة النيابية الفرعية هناك اصطفاف جدي، والتزم مناصرو الأحزاب الداعمة للمرشح عمل أبو زيد بهذا الترشيح. فإن كان هناك التزام من القوات اللبنانية والكتائب بهذا المرشح، نستطيع أن نقول أن الانتخابات سوف تكون شبه محسومة لأمل أبو زيد. ولكن أيضا بغض النظر عن هذا الالتزام الذي هناك ترقب لمعرفة حجم هذا الالتزام، هناك أيضا ترقب لمعرفة التزام التيار الوطني الحر بمرشحه أمل أبو زيد، وخصوصا أن هناك مرشح لهذا المقعد النيابي الشاغر من قبل أحد المناصري التيار الوطني الحر، وهو باتريك رزق الله، وهو أحد المناضلين في التيار الوطني الحر منذ بداية التسعينيات، وترشيحه وترشيح نفسه لهذه المعركة كان من منطلق رفضه للتركيبة القائمة التي تسقط مرشحين من القيادة من دون العودة إلى القاعدة. ولكن طبعا باتريك رزق الله كان أكد أن ترشيحه لن يكون من خلال حملات وأعلام وصور في الطرقات، ولذلك وفي تقرير عرضناه أمس أيضا في استطلع أوضاع منطقة جزينة الانتخابية، لم يكن هناك من أي وجود لباتريك رزق الله من خلال الصور أو الحملات المكاتب أو مشاكل. هو نستطيع القول أنه ترشيح لإظهار موقف داخلي داخل التيار الوطني الحر. أيضا هناك ترقب لمعرفة إن كان ذلك سيؤثر على توجهات الناخب العوني الذي تعول الماكينة العونية في المنطقة أن تستطيع أن تجذبه من كافة المناطق، جبل لبنان وبيروت خاصة الذين يتوزع فيها أهالي جزين أكثر من المناطق الداخلية هنا في القضاء. آخر المرشحين الذين طبعا يجب ذكرهم كريستين هو المرشح جبران، وهو العميد السابق في قوى الأمن الداخلي، وهو أيضا صلاح جبران، وهو المرشح الآن بصورة منفردة مستقلة لهذه الانتخابات، لأيضا استطلاع على من سيؤثر هذا الترشيح، هل سيسحب من أصوات التيار الوطني الحر وداعميه أم سيسحب من الأصوات التي تعود طبعا إبراهيم عزار وداعميه. وهنا سبق وذكرنا في رسالة سابقة أن الفارق بين هذه الانتخابات الفرعية والانتخابات السابقة التي حصلت عام 2009، وهي الانتخابات النيابية التي أوصلت نواب جزين الحاليين إلى المجلس النيابي، أنه وقت ذاك كان هناك 3 لوائح، لائحة أولى مدعومة من التيار الوطني الحر، لائحة أخرى مدعومة من الرئيس بري ويترأسها طبعا سمير عزار وهو حيثية داخلية في جزين، ولائحة ثالثة مدعومة من الرابع عشر من آذار، قوى الرابع عشر من آذار يترأسها المرشح الكتائبي السابق إدمو رزق. هذا الاصطفاف تغير الآن وأصبح هناك مرشحين أساسيين، هما من جهة أمل أبو زيد مدعوم من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب، وفي مقابله سمير عزار إبراهيم عزار المدعوم طبعا وهو ابن النائب السابق إبراهيم عزار. كان من المفترض طبعا من الناحية التقليدية أن يكون مدعوم من حركة أمل، ولكن الرئيس بري قال أنه على الحياد، وهناك ترقب لمعرفة كيفية انحياز الناخب التابع المنحاز إلى حركة أمل في هذه المنطقة. تبقى طبعا هناك إشارة أخيرة كريستين إلى معرفة تأثير الولاية النيابية للنواب الحاليين في منطقة جزين، فالبعض يقول أن أداء النائب الحالي زياد أسود سوف يساعد على
على تقوية الماكينة الحزبية للتيار الوطني الحر مع وجوده الدائم في المنطقة، فيما البعض الآخر قال على العكس مع غياب النائب الآخر عصام صوايا عن البلد بشكل عام، وهو يعيش نصف أيامه في أو أكثر من نصف أيامه في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن ذلك سوف يؤثر سلبيا على الناخب العوني ولقدرته على استقطاب المستقلون وغير المنحازين سياسيا بصورة مباشرة. وأيضا هناك الترقب لكيفية تأثير التحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على القدرة التجيرية للأحزاب في 14 من أذار من القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية على هذه الانتخابات. نعم كريستين، شكرا جاد، ونبقى مع مراسلين المتواجدين جنوبا، وقد انضمت إلينا بالصورة زميلة رشال كرم. والآن إلى نبطية من جديد وزميل آدم شمس الدين. بلشت الحركة تقوى آدم بالنبطية؟ نعم كريستين، يعني ساعة الآن على فتح صناديق الاقتراع في مدينة النبطية، ولكن على الرغم من ذلك أعداد المقترعين لا تزال قليلة حتى الساعة، ولكن طبعا هذا يعني أمر طبيعي نظرا إلى يعني إلى اليوم الانتخاب الطويل الذي تشهده مدينة النبطية، وطبعا ستشهد يعني وفود المقترعين في الساعات القليلة المقبلة. يعني هذا فيما يتعلق ب يعني الأعداد المتوجهة إلى صناديق الاقتراع، وتحديدا قلم الاقتراع المتواجدون فيه حاليا وهو مهنية النبطية. فيما يتعلق بالأجواء، يعني كما ذكرنا في رسالة سابقة، المنافسة في النبطية، هناك منافسة ولا يمكن أن نتكلم عن معركة حقيقية، ربما هناك منافسة بين اللائحة المشكلة من قبل حزب الله وحركة أمل، لائحة التنمية والوفاء، ويعني لائحة نبطية التي تجمع عدد من المستقلين، وقد ألفوا لائحة مؤلفة من 11 عضو. في النبطية هناك 22,000 يعني مقترع على لوائح الشطب، ينتخب منهم عادة، انتخب منهم في عام 2010 في الانتخابات البلدية حوالي 18%. الأجواء في النبطية هادئة، هناك انتشار كثيف للقوى الأمنية يوازي طبعا انتشار للمندوبين، سواء للوائح المستقلين أو للوائح الاختيارية أو للائحة حركة أمل وحزب الله. يعني لن أطيل في الحديث، سأجري مقابلة مع أحد المرشحين المستقلين في مدينة النبطية والذي ترشح يعني كجزء من حركة مواطنون ومواطنات في دولة، وهو المرشح المستقل الوحيد في هذه اللائحة، يوسف طائش، يعطيك العافية. هل المعركة أو هل الترشح بالنبطية هو عبارة عن محاولة لإيصال صوت ما، أو هناك رغبة أو إمكانية لتحقيق خرق ب يعني لائحة التنمية والوفاء؟ نعم، بالمبدأ الترشح هو الفكرة أنه نحن 18 سنة ونفس الطائم عم بيدفع المواطن تكلفة، هالتكلفة وصلت اليوم لأنه توصل للصحة، وهيدي نعمة إلهية ما حدا بجزله أنه يتلعب فيها. اليوم في أولاد صار في معاها وصلت لحد الموت من وراء إهمال مصنع فرز النفايات وعدم الاتفاق بين الأفرقاء السياسيين على كيفية إدارته وتقاسم الحصص. نحن طبعا نزلين بمشروع انمائي، هن نزلين بأحزاب، هيدا الفرق. 18 سنة والطائم ما تغير، فإذا بدو يتغير شيء الناس والعالم ما لازم بس ينتقدوا، لازم ينزلوا يصوتوا، يدلوا بصوتهم، لأنه رأيهم مهم بس صوتهم هو الأهم، وهو يلي ممكن يجيب طاقة شبابية جديدة تحسن وضع النبطية وتفعل المشاريع الإنمائية بعيدا عن التجاذبات السياسية بين الأفرقاء، اللي على كل دقرة بيوقفوا أي مشروع مجرد ما يتفقوا على تفاصيله ومحاصصته. شكرا لك. شكرا لك. نعم كريستين، استمعنا للتو إلى المرشح المستقل على لائحة نبطية للكل، المدعوم من حركة مواطنون مواطنات، يوسف طائش. إضافة إلى هذه المقابلة، تجري الإشارة كريستين أنه على الرغم من أهمية المعركة الانتخابية في مدينة النبطية، لكن المعركة أو يعني ما هو أكثر أهمية هي المعارك الانتخابية في بلدات قضاء النبطية، حتى لا يمكن أن نتكلم فقط عن منافسة بين لوائحنا، بل عن معارك حقيقية، يعني يصفها البعض بمعارك كسر عظم بين لوائح اللائحة المشكلة من قبل حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى لوائح مستقلة
بعضها مدعوم من الحزب الشيوعي وبعضها مدعوم من اللائحات. يمكن أن نذكر على سبيل المثال كفر رمان، كفر صير، زوطر الغربية وزوطر الشرقية، دير الزهراني. هناك نتحدث عن معارك انتخابية بلوائح مكتملة وليس بلوائح يعني مستقلة تحوي على عدد من المرشحين. نتكلم عن لوائح مكتملة بمواجهة بعضهم البعض. طبعا يعني الانتخابات البلدية في النبطية مهمة جدا نظرا إلى كونها أكبر بلدية في القضاء، ولكن التركيز الأساسي هو على البلدات المحيطة، البلدات الموجودة في قضاء النبطية التي ستشهد معارك مع لوائح، يعني لائحة ما بات يعرف بلوائح المحدلة وهي لوائح حزب الله وحركة أبال. طبعا يعني نحن يعني في أمام يوم انتخابي طويل في مدينة النبطية وفي قضاء النبطية، سيكون لنا جولة على عدد من القرى والبلدات التي ستشهد هذه المعارك، وطبعا سنوافيكم بكل جديد فور وروده. كريستين، شكرا آدم شمس الدين. ومن مدينة النبطية إلى مدينة صيدا التي يصح وصف معركتها بأم المعارك الجنوبية، رشال كرم تنضم إلينا من صيدا من جديد. رشال، في حدا من المرشحين مفروض يدلي بصوته بهالأثناء الساعة 8 صحيح؟ صحيح، رئيس لائحة صوت الناس وهي لائحة المدعومة من أسامة سعد، دكتور أسامة سعد، سوف يقترع بعد قليل، ولكن على أن يكون هناك الصورة والإدلاء بهذا الصوت. ولكن خليني أرجع للوضع الانتخابي كريستين، يعني لا يزال الصيدويون منذ صباح الباكر ينتخبون هذا القلم حيث نحن نتواجد. سوف أطلب من المصور قليلا أن يرينا هذا المشهد، ولكن قبل أن نتوجه إلى الصناديق فلنشاهد أصلا الحركة من على شمالنا. القوى الأمنية التي فعلا حريصة منذ الأمس، يعني تم توزيع أكثر انتشار أكثر من 10,000 عناصر قوى أمنية على المراكز. نتحدث بصيدة كريستين عن 17 مركز اقتراع. نلاحظ حتى في الخارج الذين يرتدون اللباس الأبيض هم لائحة إنماء صيدة المدعومة من تيار المستقبل والجماعة الإسلامية. أما من وصل الآن أحمد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل ليدلي بصوته أيضا في هذا. مفروزين لصيدة؟ لا، للجنوب. 22,000 عنصر أمني ما بين جيش لبناني وقوى أمن داخلي وقوى أمن لمواكبة هذه المعركة. طبعا مثل ما أشرت 10,000 منهم هن من قوى الأمن الداخلي. تابع رشال. قوى الأمن، نعم، قوى الأمن. نلاحظ الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريز وصل مع عائلته للإدلاء بصوته. كنت ذكرت كريستيما أنه 17 قلم اقتراع. طبعا من المعروف أن السياسيين يدلون بأصواتهم صباحا تحفيزا للمواطنين، أولا أيضا لكي يتفضوا لهذا النشاط الانتخابي الطويل، النهار الطويل، لكي يتمكنوا من التواجد إلى جانب ماكيناتهم الانتخابية، اتصالاتهم السياسيين، وأيضا مع الأحزاب لكي يراقبوا هذه العملية الانتخابية. يدلون بأصواتهم صباحا. الآن ينتخب الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، على أن تنتخب والدته السيدة بهية الحريري أيضا عند الساعة 9. 17 مركز اقتراع، 60,000 ناخب على لوائح الشطب في صيدا. من المفترض في عام 2010 كانت النسبة 55%، أي تقريبا 35,000 ناخب في صيدا على أن يختار بين هذه اللوائح. من اللافت في هذه الانتخابات بأنه كريستين مقارنة مع 2010، وهذا هو التحدي، أي شخص عليه أن يطلع على الانتخابات، على سير الانتخابات الآن، عليه أن يرى انتخابات 2010. وبالتالي 2010 كان الفرق بين آخر الرابحين وأول الخاسرين 9,000 صوت تقريبا، 9,000 وكسر، يعني نوصل إلى 10,000 صوت، أي فارق 5,000 صوت إذا ما حسمنا 5,000 صوت من اللائحة الفائزة وأضفناها إلى اللائحة الخاسرة، نتحدث عن 5,000 صوت. لذلك كل الحديث في صيدا في الأيام السابقة كان هل سوف تتمكن لائحة صوت الناس التي هي في اللباس الأحمر كان بالقمصان أيضا. لاحظت أنا من الملاحظات أن عادة تكون بانتخابات تانية لائحة المقربة من تيار المستقبل المدعومة بتبقى مزبطة وضوء أوضاع أكثر. أنتوا عندكم كل شيء مأمنينكم هيك؟ نحن كل شيء مأمن. نحن لائحة صوت الناس، نحن مدعومين من التنظيم الشعب الناصري. حضرتك ليش بتصوت للتنظيم الناصري؟ بسبب هني عم بحسوا فينا، عم بحسوا بوجعنا. نحن مطالبنا هني، حسينا أنه هني بيقدروا يأمنوا لنا هذا الشيء.
انتوا تاريخيا عائلتك منتخبك ولا انت قررت الاختلاف؟ هلا مبدئيا في نحن عنا بالعائله في ناس بتنتخبنا في ناس لا. عندك خيارك الشخصي كشاب ولا بتحس بعد في العائله بيك بدي يعني اكثر النفس؟ هلا انا كشاب انا ايد التنظيم الشعب الناصري ولاحظ صوت الناس واللي عنا بالعائله كل واحد له رايه الخاص. شكرا لك. فاذا العملية الانتخابية عم تمرق برواق هلا بهدوء مثل ما يعني 10 ايام شغلنا الحملات الانتخابية من كل الاطراف كانت بديمقراطية وبروكية ما صار فيها اي مشاكل صار فيها طرح لكثير من الامور اللي بتخدم المدينة والمشاريع اللي بتفيد المدينة ان كان اللي توافقوا مع المشاريع اللي عملتها البلدية او اللي كان عندهم ملاحظات عليها. هلا اليوم خلينا يكون يوم تاريخي لصيدا اللي أكدت بال 2009 بال 2010 الولاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري. اليوم حترجع تكرر هيدا الشيء من النفس تبع الناس اللي عم نشوفه من التزام الناس اللي حسيناه بكل الجولات اللي قمنا فيها. حترجع تأكد إنه هيدي مدينة حرة بقرارها، مدينة قادرة تعبر عن قرارها بالصندوق الاقتراع، مش ضروري بعرض العضلات او بالقوة اللي بتصير بالشارع وغيره. وبنقدر ان شاء الله الساعة 7 يكون في عبين كتب صفحة جديدة لتاريخ صيدا مع رئيس محمد سعودي مع صيداوي الاصيل اللي كلنا شعرنا انه بيمثل شيء فينا، ان كان بطيبته ان كان بعفويته ان كان بدقته بالمشاريع واقامتها ان كان بكل خطوة قام فيها بالست سنين الماضية. نحن مش ندمانين ولا مرة على طرح الرئيس محمد سعودي اللي بنعتبر انه هو صيداوي اصيل قدر يحفظ حقوق صيدا ويعني يرجعها بالمشاريع الكبرى اللي صارت للبهجة. طبعا اليوم بنأمل كلنا سوا انه الوضع بكل البلد يزبط حتى اقتصاديا تلاقي الانتعاش اكثر بصيدا بكل المناطق اللبنانيه. رح نكون معك كمان يعني وقت اللي هلا قلت لي بصوت استاذ احمد. قد ايه غياب الرئيس سعد الحريري عن لبنان؟ قد ايه الازمه اللي عم يمر فيها طير المستقبل الماديه والصرف يلي صار بعد الاشخاص اللي تحدثوا، قد ايه هذا الموضوع اثر على الشعبيه اللي موجوده؟ يعني بدايه لريحك بشغله انه الناس مش معنا عشان المصاري. الناس معنا عشان المحبه اللي زرعناها من 79 لليوم. الناس معنا عشان الرئيس الشهيد رفيق الحريري دفع الدم بال 2005 لتحرير لبنان لتحرير الناس من نظام الامن السوري اللبناني اللي كان حاكم وطاغي بالبلد. لكن من الانتخاب له دور. اليوم نحن اذا بدك تقولي كل الاحزاب في لبنان تاثرت وليس فقط تيار المستقبل. خلي الانتخابات البلديه تكون هي تيستينج تبع كل هالاحزاب لتعرف وين عملت صح وين عملت غلط، تعمل تقييم كامل من بعدها عشان الاشياء المنيحه نقدر نطورها والاشياء الغلط تقدر تتصحح. هل تتخوفوا نتائج بلديه بيروت اللي كان فرق 7000 صوت فقط بين لائحه تيار المستقبل واللائحه الاخرى، هل تتخوفوا ايضا هذا الموضوع ينسحب على صيدا هالشعبيه يلي قربت عليه؟ لا صيدا لا شك يعني الوالده كانت موجوده فيها كل الوقت كل الفترة وما تركينا. بيروت طبعا تأثرت بغياب الرئيس، يعني الرئيس كان صار له 5 سنين برات البلد ورجع بشباط ورجع سافر شوي ورجع اجا. هون عم نرجع نرمم هيدي العلاقة، في مشكل اكيد واحد بده يعترف فيه، يعني ليش بده يتخبى وراء اصبعه؟ بس المهم انه نحن ببيروت ربحنا بفرق 7 اذا عم تقولي بين الاول بين الاخير عنا والاول واكثر بين الاول والاول. بس في بعض الناس ربحوا على 800 صوت او على 1100 ببعلبك وبغيرها حطوه انتصار عالمي. لا نحن عم نكون واقعيين، كل الاحزاب في ملل اليوم من الاحزاب، ليه؟ عشان تجديد السلطه صار له واقف من 2009 ومع حق الناس بهذا الموضوع. تجدد السلطه يعني عبر بلديا ان شاء الله اكيد. طب اسمح لي بس باخر سؤال اليوم. لا طبعا لائحه احرار صيدا المدعومه من التيار السلفي والمقربين من احمد الاسير، قد ايه هذه اللائحه حتقدر تاخذ اصوات من لائحه تيار المستقبل لناحيه انه طبعا هدول اشخاص ما كانوا بالاصل مع الدكتور اسامه صح؟ لكن اللائحه ما في يقول انه بتمثل كل الحاله الاسلاميه عشان فيها اسلاميين وفيها غير اسلاميين، فيها شيخ علي
لما بنحترم وبنجل اللي كان عضو يعني كان مسؤول كبير بالجماعة الإسلامية، وفيها أشخاص كانوا مع الأسير، وفيها أشخاص كانوا بالحركة الإسلامية أيام الاحتلال الإسرائيلي، فهي ميكس موجودة. وتاني أما أنا مكتملة، وهي كمان خليها تكون بارومتر لنشوف شو النتيجة اللي حتاخدها. أصواتهم هل كانت أصلاً لتيار المستقبل؟ لا، مشكلة الأصوات، مش بس لنا، مشكلة. فإذن كريستين، ومن الزميلة راشيل كرم في صيدا ننتقل مباشرة إلى الزميل باسل العريضي في جزين، حيث يبدو أن هناك تصريح للمرشح إلى الانتخابات النيابية الفرعية إبراهيم عزار. تفضل باسل. يعني فعلا كريستين، المرشح للمقعد النيابي الشاغر ابراهيم عزار متواجد هنا في قلم الاقتراع للادلاء بصوته. بس قبل الدخول في الحديث معه كريستين، نريد الاشاره على انه اليوم المعركه النيابيه بجزين، صدف انه موجود معنا اليوم بالقلم، سناخذ هذا الحديث منه، لكن اشاره قبل هذا الحديث على ان اليوم المعركه النيابيه في جزين تاخذ طابع خاص جدا. اليوم بهذه المعركه الانتخابيه هي لاول مره تخاض بتحالف التيار القوات. يعتبر البعض أن اليوم هذا التحالف على اليوم أو هذه الانتخابات النيابية الفرعية هي ستضع هذا التحالف على المحك الانتخابي النيابي في المرحلة المقبلة. هل سينجح؟ كيف سيتعاطى القواتيون مع المرشح العوني أو مرشح التيار حكمة أبو زيد، أمل حكمة أبو زيد؟ إضافة إلى اليوم الناخب المسلم وتحديدا الشيعي في منطقة جزين، حوالي 6000 ناخب في منطقة جزين. طبعا نتحدث عن هذا الناخب لأنه اليوم النيابة تتحدث ليست فقط محصورة في البلدات، هي محصورة على مستوى القضاء بشكل عام، وبالتالي هذا الصوت له ثقله، له مكانه، خصوصا عندما نتحدث عن حوالي 6000 صوت بمعركة نيابية. هذا 6000 صوت يؤدي إلى طبعا فرق كبير في المعركة، ويأخذ معركة من ضفة إلى ضفة أخرى. تفاصيل أكثر مع المرشح إبراهيم عزار. أستاذ إبراهيم، نتحدث اليوم أنه هذه المعركة بجزين نيابيا أول مرة عم تشهد، ربما تضع التحالف القوات العوني على المحك، أو دراسة أو مجرد يمكن مؤشر إلى المرحلة المقبلة بالانتخابات النيابية، أنت كيف عم تشوف اليوم؟ لا، المعركة اليوم هي تنافس لخدمة المنطقة، منا تنافس سياسي. وحتى بالنسبة فيما يتعلق بالتحالف المسيحي، الأحزاب المسيحية أكيد هن بالمبدأ مفروض يكونوا متفقين وعم بيشتغلوا بكل شفافية وملتزمين. أنا ما عندي إذا بدك شك أنه رح يكونوا إيد وحدة، ولازم يكونوا إيد وحدة، بس بمنطقة جزين مش كل أحزاب، في كتير ناس عندها غير خيارات وعندها منا منتزمة حزبيا يعني، وبالتالي عندها حرية الاختيار مين بتريد. اليوم يقال انه ابراهيم عزار هي معركته معركة اصوات وليس معركة وصول الى المجلس النيابي. لا، نحن معركتنا جدية، ومنا لا منا نمرك اصوات تجاه حدا، ولا منا نعمل ردة فعل على حدا. نحن مقتنعين انه اسلوب العمل تبع الفريق السياسي اللي كان مستلم المنطقة خلال 7 سنوات الماضية ما كان ناجح، ونحن عم نطرح أسلوب عمل تاني كل الناس بتعرف. هل رهان اليوم ابن جزين إبراهيم عزار على أصوات جزين؟ لا، رهاني على كل أصوات القضاء. نحن ما منميز بين جزين وغير ضيعة بالقضاء. لكن يعني بعض البعض يعني خلال الايام الماضيه كان الحديث على انه اليوم كمرشح حضرتك تقلق موجود بجزين، بينما يمكن المرشح المنافس له ثقله بقرى القضاء وبلدات القضاء بشكل عام، وبالتالي انه اليوم مين بيفوز بمعركه جزين باصوات جزين يعتبر هو حتى لو موصل لقبه البرلمان لكن يعتبر الفائز في القضاء. هل هذا صحيح برايك؟ هل هذه التحليل او هذا التوصيف؟ هلا ما في شك انه ابن كل منطقة او كل قرية مفروض يكون عنده عطف اكتر من اهل هالقرية او هالبلدة، بس كمان يعني معنويا لانه جزين هي مركز القضاء، بقدر انا انه بلدية جزين وتسجيل سكور بجزين على الصعيد النيابي اكيد لها اهميتها على الصعيد السياسي وعلى الصعيد البلدي. اليوم ايضا الناخب المسلم في قضاء جزين يعتبر هو يمكن ياخذ ضفه المعركه من ميله لميله. الناخب المسلم بقضاء جزين، سوري عم نحكي طائفيا يعني، ولكن
حجمه كقوة اقتراع مش هي بتقرر مين بيطلع نائب أو لا، لأنه التقل هلأ بالتصويت ضمن القضاء هو التقل للناخب المسيحي، الناخب المسلم بيقدر يدعم، وهذا اللي صار يعني بدورة 2009 حتى نواب التيار استفادوا من الناخب المسلم مثلنا مثلهم، ولكن الدفة هي يعني بتميل حسب تصويت الناخب المسيحي. وانا برأيك مساج العام المسيحي كيف؟ أنا شايفه كتير معتدل، وبالتالي بده النتائج ما رح تكون محسومة مثل ما كتير ناس بيصوروا. لافت أنه من ساعة الصباح الأولى مع لحظة فتح الصناديق كان في إقبال كثيف على الاقتراع، وعادة كنا نشوف هذه الكثافة بساعات ما بعد الظهر عادة، خصوصا أنه اليوم الأكثرية أبناء جزين هن خارج جزين، مقيمين خارج جزين. لا أكيد الناس صارت يعني عندها لهفة لتروح تنتخب، لأنه اشتقنا للانتخابات كان على الصعيد البلدي أو على الصعيد النيابي، وبقدر أكيد يعني بسبب وجود ناس مقيمين بجزين أو إجوا مبارح أو بالويكند يعني أول الويكند مشان لا يقترعوا، حبوا يقترعوا ويرجعوا يروحوا يعملوا غير شيء يمكن، وفي نسبة من الناس اللي بدأت تجي من بيروت أكيد بتاخد وقت وبتجي، بس إجمالا أنا بقدر أنه الضغط بده يكون لحدود الساعة 4 مش أكثر. هذه الكثافة لأنه في معركتين اليوم بجزين أو عادة المطرع الجزيني بفوت المعارك لا طبعا نحن الجزينيين بحبوا كتير يعني مارسوا حقهم، وبحكم وجود معركة على صعيد البلدي ومعركة على صعيد النيابي أكيد نسبة الاقتراع بمدينة جزين كبيرة، هلأ في ضيعة تانية صار فيها تزكية ممكن تكون نسبة الاقتراع أقل فيها، ولكن على صعيد جزين مفروض يكون نسبة الاقتراع أعلى. شكرا يعطيكم العافية. إذن كريستين استمعنا إلى تصريح المرشح إبراهيم عزار. كنا نتحدث في سيكا مثلا يعني اليوم لافت بجزين انه فيها قضاء جزين بشكل عام حوالي اكثر من النصف تقريبا هم مقيمين خارج هذا القضاء، وبالتالي كانت الحديث في اليومين الماضيين على ان من حسب حماسة هؤلاء الأبناء المنطقة سواء كانوا من جزين أو من القرى المحيطة مدى حماستهم لهذه الانتخابات وقدوما إلى بلداتهم وتحديدا إلى بلدة جزين للاقتراع هو عنصر أساسي وحاسم في المعركة وتحديدا البلدية. بس ابقى معنا، سننتقل مباشرة إلى صيدا وزميلة رشال كرم من جديد. سقطت اللائحة اللي كانت مدعومة من تيار المستقبل. أنا الكبير إلى وصلنا ل 2009 و 2010 اليوم محافظة على نتيجتين السابقتين ل 2009 و 2010 هو الفوز اليوم بلائحة كاملة للائحة الرئيس محمد سعودي. هل تنظرون إلى اللائحة الثالثة غير المكتملة بأن من شأن أو السبب هو تشتيت الصوت الإسلامي؟ بداية اللائحة الثالثة فيها يعني هي مثل خلينا نقول كثير من الامور بارومتر مثل ما انحكى بالاعلام لحالة الاسير ولغيرها من الامور، بارومتر لبعض الناس يمكن اللي حصير غيره من هذا الشيء. بعتقد نحن التكوين تبع اذا بدنا نشوفه مش من مشرب واحد اسلاميا عم بحكي طبعا، خلينا نشوف نتائج يعني الفرز بعدين قبل ما نتكهن بكثير من الامور. بالنسبه لنا الحق الديمقراطي لاي واحد اذا ما عليه اي شيء على سجله العدلي او اي اموره بس دقيقه انه يترشح. عملت جوله قبل ما تجي كيف؟ انا بعدني هلا اول جوله يعني هلا اول مركز جيت عليه وهلا بدي اكفي جولتي كلها ان شاء الله. بس بدي اسالك ابن بلد دكتور اسامه يعني شو بدنا نقول له؟ بنقول له انه هيدا النهار وهو حريص نحن بنعرف انه يمرق هيدا النهار برواق وبهدوء مثل ما نحن حريصين، واخر النهار بالنسبه لنا هذا التنافس اليوم الاحد وبكره بنرجع وين ما بنشوفه بنبوسه مثل ما بنعمل عاده. نبقى مع الزميلة رشال كرم. إذا كان هذا تصريح أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري بعد الإدلاء بصوته رشال. كريستين.
كريستين، يعني كما سبق وذكرت بأنه هلأ بهالوقت الحالي سوف يكون لك الإذلاء بأصوات هؤلاء السياسيين، استمرت العملية طبعا الحال عندما يكون أي من الشخصيات السياسية يدلون بأصواتهم طبعا العملية الانتخابية تتوقف على أن تستمر بشكل الطبيعي. عند الساعة 9 أي بعد 40 دقيقة سوف يكون للسيدة أيضا النائبة بهية الحريري الإذلاء بصوتها لكي يكون يستمر هذا النار، على أن يكون أيضا عند الساعة 10 الدكتور أسامة سعد سوف يدلي بصوته، ورئيس اللائحة الأخرى أحرار صيدا وهي اللائحة التي تطرح عليها نقاط الاستفهام، هي اللائحة الجديدة على المشهد الصيدوي مقارنة مع 2010 بعدما هي كانت حالة أحمد الأسير الذي سوف يدخل على هذه الانتخابات. عندما سألناه للأستاذ أحمد الحري قبل هذا التصريح من أو للأستاذ عفوا السعودي رئيس البلدية السابقة من هم أنصار الأسير، ذكر بأنهم أرادوا أن يدخلوا الانتخابات، من الذي اختار أن يدخل الانتخابات؟ طبعا ذكر بأن كان أحمد الأسير لديه أيضا أتباع، لدى أيضا المساعدين لأحمد الأسير هم من اختاروا أن يخوضوا هذه الانتخابات بلائحة مؤلفة من 9 أشخاص من أصل 21 كريستين. نعم رشال، بحسب مشاهداتك هل ما زالت كثافة حضور المقترعين واضحة للعيان حيث أنت متواجدة؟ يعني كما كانت الحال صباحا لاحظنا أن هناك رغبة لدى المقترعين الصيدويين بالحضور إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر. كريستين، من المعروف بأن صيدا كانت تنتخب 55% في عشان تتحدث عن البلديات، لأنه طبعا المقترعين في البلدية يختلفون عن المقترعين في النيابة، المشهد هو ليس نفسه كان بالنسبة إلى البلديات وبالنسبة إلى النيابة. عندما تتحدث بلديات وإن كان تحديدا في منطقة صيدا النفس سياسي أكثر مما هو نفس المائي، وحتى وإن كانت الخطابات، ونحن نتذكر يوم الجمعة عندما كان جميع لائحتين، يعني كان هناك جماهير و كان هناك أيضا خطابات في هذه اللقاءات التي تحدث بين المرشحين وبين الدكتور أسامة سعد، بين الأستاذ أحمد الحريري، السيدة بهية الحريري، الجمعة الإسلامية، دائما الخطاب أقله العلني هو الخطاب الإنمائي. وهنا أشير بأن بحسب جميع الأوساط الصيدوية التي تابعناها خلال هذه الأسابيع تحديدا الأسبوعين المنصرمين، كل التقارير وكل أيضا المقالات التي ذكرت موضوع صيدا وانتخابات صيدا كانت تتحدث هل هذه الانتخابات سوف تكون استفتاء بالنسبة طبعا إلى أوساط تدير المستقبل، هي استفتاء على عمل رئيس بلدية الحالي الأستاذ رئيس بلدية الحالي السعودي، لأن هم باعتبارهم أنه أقام العديد من المشاريع في صيدا إن كانت الإنمائية المعيشية، هو استفتاء وليس انتخاب، باعتبار أنهم يعتبرون بأن الأمور تتجه إلى الفوز بالنسبة إليهم. ولكن طبعا المعركة هي جدية، المعركة هي أم المعارك صح التعبير بصيدا، لأنه الفارق بين 2010 و 2016 لم يكن كبيرا، يعني 10,000 صوت 5,000 صوت كانت كفيلة لتقلب المقاييس. هل أن اللائحة الثالثة كريستين وهي اللائحة التي ينضوي تحت لوائها الإسلاميين سوف تتمكن من أخذ هذه الأصوات التي بالأصل لم تكن للدكتور أسامة سعد؟ هؤلاء أصلا كانوا يصوتون لتيار المستقبل ولهذا النهج صح التعبير، وتم فصلهم وتم هذه الحالة الأسيرية والخلاف الذي كان قائم بين أحمد الأسير بين بهية الحريري وتيار المستقبل. هل هؤلاء الأصوات التي كانت قد عام 2010 للائحة السعودي رئيس بلدية السابق والذي يترشح للولاية الثانية، هل سوف أيضا تستمر في هذا الترشيح؟ هل سوف أيضا تستمر في هذا التصويت؟ علينا أن ننتظر بطبيعة الحال عند الساعة 7، لذلك نشاهد، يعني سوف أطلب من المصور هشام العراوي أن يرينا مشهد الانتخابي أمام هذا المركز، النشاط يعني الاندفاع بجميع كل اطلالاتهم، كان الدكتور أسامة سعد وايضا تير مستقبل، الجماعه الاسلاميه، الاستاذ عبد الرحيم بزر رئيس البلديه السابق، الحض الصيدويين على الاقتراع، حضهم على التوجه الى صناديق الاقتراع، 55% عفوا كريستين من أصل 60,000، أي نحن نتحدث عن 35,000 شخص سوف يتوجه إلى صيدا. خلينا تمام نتحدث، لن نتحدث فقط عن صيدا، نحن نتحدث أيضا مثلا على سبيل المثال بلدية عبره
وهي البلدية التي كنا قد أقمنا أو عددنا عفوا تقرير عن بلدية صيدا والمرشح على رئاستها لرئاستها الكابتن في فريق الحكمة ومنتخب لبنان إليم شنتف الذي أيضا هو من الوجوه المعروفة التي سوف تدخل أو قد تدخل أقله المشهد الانتخابي إلى جانب مثلا في بيروت عندما كانت مرشحة المخرجة نادين لبكي والفنان أحمد قعبور هذه الوجوه المعروفة سينتيا كرم في بيت الدين سينتيا كرم فشلت لم تتمكن من الفوز نادين لبكي أحمد قعبور أيضا هل أن الوجه المعروف بالنسبة إلى المشاهدين وبالنسبة إلى اللبنانيين الكابتن إليم شنتف سوف يتمكن من أن الوصول إلى رئاسة بلدية عبرة التي تتألف من 12 عضو أيضا علينا أن ننتظر لذلك لا يمكن الحديث عند الساعة 8:30 أكان عن نسبة الاختراع أكان عن النفس أكان عن كل هذه التفاصيل التي تحدث في اليوم الانتخابي ولكن من الأمور الأساسية وتحديدا صيدا كريستين تحديدا صيدا هو الوضع الأمني الذي أكان في تصريح الأستاذ أحمد الحريري أكان أيضا في تصريح كل السياسيين في صيدا كان هناك دائما تأكيد على ضرورة أن يكون هناك هدوء أمني لأنه عادة في الانتخابات السابقة كانت تحدث بعض الإشكالات ولذلك صحيح. الحرس كان مع الأمنيين الذين تواصلنا معهم خلال الأيام القليلة الماضية هذه الإجراءات الأمنية حتى يوم الجمعة عندما وصلنا إلى صيدا كانت أيضا هناك إجراءات أمنية حرس شديد من قبل الأجهزة الأمنية على جميعها كان الجيش المخابرات القوى الأمنية الأمن العام كلهم مصرين على أن يكون هناك هدوء في هذا المشهد خلينا نقول رسالة أنه تقريبا نص عدد تنتخبون ولا أكيد انتخبت انا ما الاقي حق اصلا اسالك مين انتخبت ولكن هل انا دائما هلا عم بسال مثلا الشباب انتم بتنتخبوا حسب شو انت بدك ولا في نهج موجود بالبيت بعده للشباب عم بيتاثروا بيه نحن اداء خلقنا بدنا ننتخب شيء جديد بدنا نغير بقى خلص شو شيء جديد بدنا هن زيتهم بدنا شيء جديد بدنا شيء حدا يعمل لنا شيء جديد للبلد بدنا خدمات ما بدنا وعود بس كله بقول انا عملت خدمات يعني كنت عم بقول حتى هلا للمشاهدين انه لائحه انماء صيدا الرئيس البلدي الحالي عم بيعتبروا هذا استفتاء على كل المشاريع الانمائيه اللي عملوها ساعدوا الصيادين بحسب رايهم ساعدوا كل شيء طب شو بدكم بعد اكثر يعني انا واحد من اولاد صيدا ما شفنا شيء بعد ما شفنا شيء حضرتك قد ايه عمرك 32 بتشتغل بشتغل اكيد لكن مرتاح ابدا ما حدا بيشتغل ومرتاح كم شغله بتشتغل شغله واحده شو ناقصك بصيدا؟ كل شيء لا سمي لي شغلتين بركي بحققوا لك هون يعني اصلاحات فرص عمل اي شيء ما عم تشتغل انت انا عم بشتغل بس في غيرنا ما يعني انا بمشي بالشارع ما بقدر امشي بالسياره كل يوم بغير جنط في جوار في ما في اصلاح ما في اي شيء برايك شو ابرز شيء عملته البلديه الحاليه المنصفين يعني مش عملت انجازات بس ما كملتهم يعني بلشت بسوق صيدا بلشت بجبل الزبالة بس ما كملتهم بركي بدها 6 سنين تانيين ما بعتقد لو بدك كانت خلصتهم بال6 سنين اللي مروا انت من الشباب اللي عم نشوف لائحة ايضا موجودة فيها اشخاص من الاسلاميين او المقربين من احمد الاسير هذا الشيء بيزعجك بصيدا ولا بالعكس بتقولوا دول اشخاص ايضا موجودين بصيدا اكيد بيزعجنا بصيدا لان احنا صيدا مدينة عايش مشترك بحياتها ما كانت مدينة محددة لشخص واحد بس أو لطائفة واحدة أو لمذهب واحد طب ولكن هذا بعزز يكونوا أيضا موجودين بلوائح ولا لا؟ ما بهمنا نحن ما بنحكي دين ما بنحكي مذهب ما بنحكي طائفة نحن لبنانية لازم نتعايش مع بعض كلبنانية مش أكثر ولا أقل شكرا لك يعني من خلال خلينا نشوف شوي يعني خدنا الشبيلة مين اقترع هالشاب استاذ خلينا نقدر بس نحكي واضح يعني انا نحن كصحفيين تبع الحال بنجرب انه يعني ما نضغط عدم الاحراج استاذ حدتك تنتخب هون ولا حدك من المندوبين ولا المتجولين لا بنتخب شو رايك بين انتخابات 2016 بصيدا وانتخابات مثلا 98 لا ما كنت يعني حدتك انا عم شوف حدا من الشباب ما حنعرف زمان ما كنت بصيدا انا هون هلا جاي جديد وجاي انتخب جاي جديد على صيدا صحيح انا من صيدا بس كنت مسافر وجاي لكن رجعت على طول على لبنان ان شاء الله ان شاء الله مرتاح بالاوضاع بصيدا هيدي صيدا اللي انت بدك اياها المدينه هلا عم تساليني اسئله هيدي بدها صوصه عن جد الفرق بين
بين الشباب وبين المتقدمين شوي بالسن اكبر من الشباب، بنشوف دائما في الغصه الموجوده باصوات المتقدمين بالسن، بدهم يحكوا كثير، الشباب بتحسيهم دائما منفعلين، بدهم يغيروا، بدهم يقدموا والى ما. خلينا نجرب مندفعين، خلينا نجرب. نعم كريستين، كنت عم تحكي عن الانتشار الامني، بدنا نلفت الى انه يمكن نص عدد الامنيين اللي ارسلوا الى الجنوب موجودين بصيدا، يعني تقريبا نصف عدد رجال الامن من جيش وقوى امن خصص لصيدا، بما انه مثل ما لفتت الوضع الامني بصيدا دائما بيكون يعني اخطر من غيره اذا جاز التعبير، او دقيق اكثر من غير امكنه. ايضا في مساعده بركه كمان ممكن يكون في مساعدة أيضا بمناطق أخرى، الانضباط تحديدا عم نتحدث عن حزب الله وحركة أمل، يعني المشاهد يدرك هذا الموضوع بأنه ممكن يكون في انضباط أو التزام أكثر في الوضع الأمني، ما في أصلا هذه الحدة بالانتخابات في الجنوب، بنت جبال، مرجع عيون وإلى النبطية، لذلك انضباط طبعا القوى الأمنية. أنا برجع بذكر وهذا حريصين عليه نحن أيضا كإعلاميين، هو الهدوء الأمني، نرجع نشدد على هذه النقطة، كل الأطراف وتحديدا الأمنيين حريصين انه صيدا فعلا تقدر اليوم تنتخب. اذا بتذكر اللافتات اللي وضعت صيدا لمين اليوم من نهار الاحد اللي حيقدروا هؤلاء الشباب، خليني اشوف مثلا احد الشباب، خليني بس اعرف انتوا الشباب شو بدكم، يعني عم نجرب نقول صيدا لمين، صيدا لوين، صيدا البكرة كيف بالنسبه لك انت كشاب؟ هلا كرأيي الشخصي كل واحد بقرر على حاله، بما انه هيدي منا نيابية فهي أصعب أكيد. عالم بتفكر إنه النيابية هي أصعب، لا هي البلدية اللي هي أصعب، لأنه البلدية هي على صعيد شغل المنطقة أعمالها أقسى حتكون من النيابية. النيابية للأسف محسوم أمرها شو هيكون أعمالها. طبعاً لا، ما في شيء اسمه محسوم النتيجة، محسوم أمرها شو هيكون أعمالها، بس بالبلدية عكس هيك تماماً. بالبلدية كل واحد شو هو شايف الشخص اللي حيعمل له وبيوثق فيه بطلع. هلا انا الحسمه لحالي اسالك مين رح تنتخب، لانه ليحتك واضحه. اذا ليحتي واضحه ثورية، اذا واضحه يلي هيدي هي. حتى رئيس البلديه الحالي محمد السعودي، صح. ليش عم ترجع تجدد لرئيس البلديه الحالي؟ ومحمد احمد حجازي، محمد احمد حجازي، محمود احمد حجازي. لا عملت من بيجوا مش عارفين مين عم ينتخب. لا محمود احمد حجازي، ما هو بكون بيقربني. اوكي انا احمد حجازي. ليه عم ترجع تجدد لبلديه عمرها 6 سنين؟ عم جدد لبلديه عمرها 6 سنين لان هاي اللائحه انا شخصيا بالذات شايف منها شيء منيح، وشايف منها الاحسن، وشايف منها يلي هلا بدها تعمله. هل هي الافضل لصيدا؟ خلينا نقول من المصور، انا برايي الجيش اللبناني يلي ايضا الأفضل موجود على الشوارع، هي الافضل ليه؟ شو انت كشاب شو عم تقول؟ انا كشاب عملت لي تقدمات كثير وعملت لي ما ضروري نسمي هلا، لا مش قصة أشخاص شخصية، بس مش وقتها هلا نحكي فيها، نحكي فيها بعدين بس تطلع اللائحة. في عنا مشروع بهالشي، مؤتمر متألف من شباب من أعمار من 20 لـ 28 سنة، شو عم نطلن هاي اللائحة وشو عم تقدم لهم من 6 سنين لهلا، وليش نحن جددنا لها؟ فيك تقدر تعطينا هيك شيء؟ لانه انا عندنا حشريه بدك على الصعيد التعليمي، على الصعيد الشغل، صعيد العمل، فرص العمل عم تتقدم مزبوط احسن من غير، احسن من غير لوايا. نرجع بنحكي احد الشباب لكنها ايضا من الشباب، يعني نشوف الاختلاف. يعني شكراً هذا الشاب رشال على كل هالمقابلات والمعلومات، رح نرجع لك طبعا، بس خلينا ننتقل قليلا إلى الزميل باسل العريضي في جزين، ونعود بعدها إلى الزميلة رشال كرم من صيدا. باسل، كيف تطورات الأوضاع الانتخابية عندك في جزين؟ يعني فعلا كريستين بعد الأمور كما كانت صباحا، بعد الإقبال كثيف على مراكز الاقتراع، على مراكز الاقتراع مثل ما عم نشوف نحن استطعنا الدخول الى احد الاقلام، مثل ما عم نشوف كيف موزعه الصناديق كما ذكرنا بجزين في معركه اليوم الثنائيه المقعد النيابي والمعركه البلديه والاختياريه، على مثل ما عم نشوف حدنا هون، هذا هو الصندوق المخصص للانتخابات النيابيه الفرعيه، وهذا العازل المخصص لهذه الانتخابات. رح نحاول
كيف الاجواء اللي حديت هلا؟ الحمد لله كثير منيحه، والاقبال كثير قوي من الصبح الساعه 7 بلشوا الحضور. بيصير في شيء مشاكل على حسب لوائح الشاطئ؟ في شيء مشاكل لوجستيه حسيتوا فيها؟ حديت هلا لا، لحديت هلا لا ولا مشي. ولا مشي الحمد لله. كيف نسبة الاقبال على الاقبال منيحه يعني؟ يعني هلا صار في عندنا حوالي 60 مقترى لحديت هلا. لا من أصل 581 من أصل 581 يعني تقريبا شيء 87% ما يفترض انه يكون جيد. اهلا وسهلا كريستينا، هذا المقعد او هذا الصندوق المخصص للانتخابات النيابيه، لكن في لفت شغله انه اليوم على المجلس النيابي على المقعد النيابي هناك 4 مرشحين، لفت انه في بعض المرشحين غاب عنهم او غايب بمركز الاقتراع ايمن دوب لهم، حقيقه ما بنعرف شو هاي الاسباب فعليا. رح نستوضح هذا الامر ايضا من في شغلة عم مصادفة اليوم، انه مش كل المرشحين للمقعد النيابي عندهم مندوبين هون. ايه شو نحن بس اكتمل في 2 بالبداية على 7 اخترناهم ضمن الهيئة اللي معنا. يعني هل هن المرشحين اختاروا ما يكون عندهم مندوبين او انه؟ لانه بتصور الاعداد الاقلام كبيرة كتير، والمرشح ما راح يكون عنده مندوبين على عدد الاقلام، يمكن اقلام يكون في له فيها، يمكن اقلام متكل على غير اقلام. هيدي هي القصة. كيف؟ يعني ما هو انه نايب عي فرد مقعد عنده تيحط مندوبين، ما في لحق على كل الاقلام اللي عنده. نازوي اهلا. مثل ما كان عم نتحدث على انه الاقبال كثيف حسب ما ذكروا، انه حوالي 87% بهذا القلم بنسبه المقترعين، كما كنا نقول ايضا وايضا كريستين على ان اللافت اليوم بانه بمعظم مراكز الاقتراع او اقلام الاقتراع هناك غياب لبعض المندوبين للمرشحين على المقعد النيابي، وتحديدا نتحدث عن صلاح جبران وباتريك رزق الله. يمكن البعض كان يتحدث بالامس كان يقول على انه معركتهم ربما هن شاعرين بمكان ما ان هي معركه طبعا بظل التحالف الاحزاب مع الى جانب ابو زيد ربما لن يعطيهم الفرصه بالوصول، والبعض اختار ان يكون ترشيحه مجرد تسجيل موقف، هكذا كان يقال بالامس خلال وجودنا هنا مساء في جزين. نعم، إذا رح نحاول أيضا الحديث إلى قلم الاقتراع عن رح نحاول أيضا بينما نحن عم نشوف الصور كريستين رح نحاول ناخذ أيضا حديث من مسؤول قلم الاقتراع عن المقعد الاختياري بالغرفة رقم 1. من الصباح في إقبال جيد للانتخاب ضمن أجواء ديمقراطية ورايقة كتير، والحمد لله الأمور ماشية بالشكل الصحيح. إذا بتعمل مقارنة اليوم بين الانتخابات الماضية كنتوا حضرتكم عم تكونوا فيها رؤساء أقلام واليوم هذه الانتخابات، كيف بتشوف حركة الإقبال اليوم؟ أنا بجزين حركة الإقبال شديدة مرتفعة بهالوقت هيدا، يعني لحد هلأ في حركة إقبال كتير قوية مقارنة ببيروت أو أماكن تانية مثل هالوقت هيدا. إذا في شي مشاكل لوجستية صارت أو أبدا؟ ما في أي مشاكل لوجستية، كل شيء الأمور واضحة، لوائح الشطب كويسة، تجاوب بين المندوبين وبيننا، مشكلة أنه عم بياخد وقت أكتر لوجود القلم الثالث اللي هو النيابة. شفتهم شوي كانوا عم بيصير حوالي عملية تنظيم، يعني كانوا تسكر الأبواب لفترة، لأنه في لما بيكون في 3 أقلام بنفس الغرفة بيصير لما بيكون في 3 أقلام بنفس الغرفة هيدا بيخلي فيه ضغط علينا أكتر، فشوية استمهلنا الناس شوي لحتى استقامت الأمور. اهلا وسهلا. راح نشوف المندوبين الموجودين اليوم المتواجدين اللي عم يتابعوا هذه العمليه. طبعا راح نفتح المجال امام المواطنين لفتح الطريق امامهم لعمليه الاقتراع. كيف شايف اليوم العمليه الانتخابات؟ اقبال قوي، يعني حضرتكم كمندوبين اقبال قوي، الانتخاب والاقتراع عظيم. في شيء مشاكل بلوائح الشطب؟ لا 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 أبدا. ونصل إلى رئيسة القلم عن مقعد البلدي. كنا عم نحكي مع رؤساء الأقلام بالنيابي والاختيارية، حركة تبين أنه الإقبال كثيف جدا اليوم، وطبعا كان يتحدث رئيس قلم الاختياري عن الضغط اللي عم بيجزين نتيجة أنه في ثلاث صناديق
وثلاث صناديق. نعم. هو الحاصل انه عم بيكون في لما اقبال قوي على الاقتراع، ونحن حطينا يعني ثلاث اقلام اقتراع بلدي اختياري نيابي، عم بيصير في ضغط علينا، ما عم نسمع، ما عم يسمعوا المندوبيت ان الاسم ورقم السجل للناخب، ونحن حرصا منا على مصداقية الاقتراع وعلى موضوعية الاقتراع، وأنه تكون كل الأمور بشكل واضح وبشكل مريح للكل. نحن تنساعد كمان المندوبين يلاقوا أسماء الناخبين بلوائح الشطب، لأنه هي مش بس محصورة بالرئيس القلم والكاتب، لازم كمان لما بيكون في مندوبين كمان بده يتأكدوا من اسم الناخب، أحسن ما يصير في لغط أو أحسن ما يصير في تقصير منا أو من إبلون. والعملية عم بتصير بشكل سريع منظم، وقدرنا سيطرنا على الفوضى بمساعدة قوى الأمن الداخلي والموجودين برا ومساعدة المندوبين. يعني كل شيء عم بتم بطريقة سريعة ومنظمة. على المقعد النيابي كان في نقص بالمندوبين مش موجودين، هل بالمقعد البلدي في نقص بالمندوبين؟ لا، ما لعب بالمقعد البلدي، لا في عنا مندوبين، يعني كنا نتوقع أكثر مندوبين بالمقعد البلدي، بس أنا عندي بالبلدي كل اللوائح مندوبين. إيه كل اللوائح موجودين مندوبين الحمد لله. أهلاً أهلاً. إذن كريستين، هذه هي أجواء أقلام الاقتراع. نعم، في جزين. رح نحاول إذا ممكن أخذ أراء بعض المواطنين المتواجدين خارج قلم الاقتراع، نشوف نستطلع بعض الأراء حول هذه العملية الانتخابية اللي كما ذكرنا أن تشهد كثافة إقبال على هذه الأقلام، مثل ما عم نشوف مع الزميل سمير العقدة المصور، عم نشوف الصفوف الناس اللي لا زال تنتظر امام اقلام الاقتراع للادلاء بصوتها. يعني هيدا المشهد بجزين من تقريبا الساعه 7:15 باولى الرسائل يلي طلعتها معنا باسل، في صفوف قدام اقلام الاقتراع بجزين. صحيح، نحن هون متواجدين امام احد اقلام الاقتراع بهذه المدرسه، في متوزع اقلام الاقتراع بالطابق الاول والطابق الثاني من المدرسه، وبالتالي يعني نحن هذا عم ناخذ نموذج او عينه من عمليه الاقتراع كيف عم بتصير. بس الذكوره طاغيه على هالطوابير يا باسل. ما بعرف، حنحاول نشوف فعليا شو الأسباب، لكن طبعا السيدات عم بيقترعوا. رح نحاول نستطلع آراء المتواجدين هون، نشوف رأيهم بهيدي الانتخابات. يعني هلا قد يكون هيدا الألم مخصص للذكور، يعني في سبب لوجستي لهيدي الصورة، بس بنحب كمان نشوف طوابير نسائية. كيف عم تشوف العملية الانتخابية اليوم؟ عم تشوف يعني من الصبح عم تكونوا متواجدين؟ من الصبح عم شوفكم واقفين بالصف هون بالطابور للإدلاء بصوتكم، عم تشوف هيدي الحماسة عندكم لل شو؟ عم بشوف شيء، عرفان من كل شيء. ليه؟ لأنه شعب مرت. صاروا سيارة. شو المشكلة عم توجهها؟ خلص هي واقفة مثل خيار الصحراء. شو عم بعمل واقفة؟ صار من الساعة 8 الصبح. إيه؟ ما في حدا عم يساعدكم؟ عم بتشوفوا اقتراع سريع؟ في ناس ما عملوا واجباتهم لوصلنا لهون، بس شو قالوا عليها؟ أنا ناقصني مين يعلمني؟ أنا بعمل وظيفتي بشتغلها. بس عم بخلوا ناس عنده كرامة. المشكلة بالنطرة أو في مشكلة تانية؟ كلها سوا، كلها نطرة، الدنيا فوضى هون. هاي الدولة اللبنانية كلها سوا، أجل لك بدهم بيع. يعني كريستين، يمكن اللي كان عم يتحدثوا عنه رؤساء الأقلام جوا عن كثافة
الإقبال على الانتخابات، إضافة إلى وجود ثلاث صناديق عم بيخلي هذه العملية عملية الاقتراع بطيئة بعض الشيء. ربما استمعنا إلى رأي هذا المواطن الجزيني اللي واضح جدا حالة الغضب اللي هو فيها نتيجة انتظاره من حوالي الساعة 8 أمام قلم الاقتراع للإدلاء بصوته، ولم حتى الساعة لا يزال ينتظر مثل ما عم نشوف. يعني بعد هناك مازال العديد من الناس أمام الإدلاء بصوتهم، وبالتالي يمكن ما بعرف إذا المعنيين بهذا الموضوع إذا في أي إجراءات ممكن اتخاذها لتسهيل وتسريع عملية الاقتراع بالأصوات. وكما ذكرت رئيسة القلم اللي تحدثنا منذ قليل، العمل الإضافي لهذه زحمة المواطنين والبقاء لفترة طويلة أمام أقلام الاقتراع هو نتيجة عدم وجود مندوبين كافيين يمكن جوا بعض المندوبين واللوائح كما ذكرنا بالموضوع النيابي. كمان بس يمكن المقترعين الشباب بيقدروا يسهلوا الطريق أمام المقترعين المتقدمين بالسن، يعني بهيك وضع لو بيبدأوا يعني المسنين أكيد قبلهم. أكيد صحيح صحيح أكيد. يعني هيدي المسألة أساسية عادة بتكون بكل عملية انتخاب، يعني الكبار في السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة يكون لهم الأولوية وعلى باقي المقترعين، خصوصا عندما يكون هناك العنصر الشاب طاغي بهذه الانتخاب بعملية الاقتراع. مثل ما عم نشوف اليوم يمكن بجزين الحديث حتى هذه اللحظة معظم الذين صادفناهم هم من الشباب اللي عم يجوا صباحا للإدلاء بأصواتهم. ربما يمكن كمان اللافت كريستين انه نسبة الشباب عم بيكونوا صباحا عم يضلوا بأصواتهم، يمكن لالتزامهم او ارتباطاتهم بمسائل اخرى. بعض المرشحين او المكانات الانتخابية اشارت على انه بفضلوا التصويت صباحا حتى يتسنى لهم متابعة اعمالهم وملاحقة شؤون العملية الانتخابية والماكينة الانتخابية تبعهم حتى في الساعات اللاحقة، وللتأكد من أنه جميع الأمور بداخل مكاناتهم تسير بشكل جيد. هيدا يمكن بخلي العنصر الشبابي هو الطاغي الأكبر بهذه الساعات الأولى من الانتخابات، خصوصا أن معركة جزين اليوم معركة حامية جدا. عم نشوف هي هذا التنافس على المقاعد النيابية وعلى المجلس البلدي كما ذكرنا في الرسائل السابقة. ربما يمكن النيابية طبعا الحامي أخف شوي من المطابع البلدي نتيجة أنه اليوم المعركة البلدية هي على فرق أصوات قليلة، ربما 200 صوت إذا عملنا مقارنة مع الانتخابات الماضية كما ذكرنا، لما نتحدث عن 200 صوت ب 5500 مقترع عادة، هي 9000 ناخب لكن عادة المقترعين في جيزين بيكونوا حوالي 5500 صوت، فهذه النسبة تعتبر قليلة جدا. واليوم مع هذا التشابك بالتحالفات، هذا التوزع العائلات بين اللوائح يعطي هذه المعركة طبعا طابع آخر، طابع حامي أكثر، أبعاد ربما انتخابية بنكهة مختلفة كما ذكرنا، خصوصا اليوم العديد من العائلات موزعة بين اللوائح. تحالف الأحزاب طبعا له ثقله في هذه الانتخابات، لكن على سبيل المثال الحزب كتائب ترك الحرية نعم كريستين. بس بدي أشكرك ورح أنتقل لزميلنا رامز القاضي بصيدا. طبعا رح نعود خلال النهار إلى جزين ورسائل كتير إلى باسل العريض، إنما الآن المحطة في عاصمة الجنوب صيدا، ومن جديد إلى زميل رامز القاضي. تفضل رامز. نعم كريستين، دعيني ألفت بداية إلى أن العبوة التي عبوة وهمية عثر عليها في صيدا منذ قليل، ولكن يعني تبين بعد الكشف عليها من الخبير العسكري أنها عبوة وهمية، وبحسب مصدر عسكري للجديد فهي الهدف منها إثارة البلبلة. عدا ذلك الحركة تسير بشكل طبيعي واعتيادي في مدينة صيدا عاصمة الجنوب، وهناك حركة إقبال حتى هذه اللحظة لا بأس بها على مراكز الاقتراع 17، وهناك أيضا لابد من تسجيل أن هناك تواجد وإحاطة كبيرة من قبل القوى الأمنية والجيش اللبناني لهذه العملية الانتخابية في صيدا في مختلف شوارع المدينة، ولا سيما في محيط مراكز الاقتراع. وبدأت يعني الأمور وبدأ الصيدويون يتوافدون بشكل أكبر إلى مراكز الاقتراع إضافة إلى الشخصيات. نحن بعد قليل عند الساعة 9 ستدلي النائب بهية الحريري
بصوتها، ومن المنتظر يعني أن يكون لديها كلام مقتضب. دعيني ألفت فقط، بعيدا من اللوائح الموجودة، ثلاث لوائح، هناك أيضا حركة مواطنون ومواطنات في دولة لها مرشح هنا في المدينة، هو وليد العاصي وهو نقابي معروف في مدينة صيدا. وصلت نائب بهية الحريري. كيف شايفي هالعملية الانتخابية لحد هلا؟ كيف شايفي هالعملية؟ الحمد لله الحمد لله. إذن النائب بهية الحريري تدخل في هذه الأثناء للإدلاء بصوتها، ولم تفضل الحديث كثيرا قبيل الإدلاء بصوتها. هذه هي الصورة في المدينة، على أعتقد الصورة ستكون أوضح من الداخل مع راشيل كرم وإدلاء السيدة الحريري بصوتها. نعم، يعني قد يكون هناك أيضا تصريح للنائب بهية الحريري بعد إدلائها بصوتها، وفي حال ذلك سنعود إليك رامز القاضي. شكرا، وأنتقل إلى جزين وزميل جاد غصن من جديد. تفضل جاد. إذن ننتقل إلى جاد. تفضل جاد. عفوا كريستين، انقطع الاتصال، لا أدري إن كنتم الآن تسمعونني، ولكن نحن الآن بين مدرستين هما مركزي الاقتراع الوحيدين هنا في منطقة جزين. نستطيع أن نصف المشهد العام كريستين إن كنتم سوف الآن تشاهدون الصورة مع الزميل عمر خداج. الإقبال على صناديق الاقتراع نستطيع أن نصفه بالمقبول نسبيا، ليس هناك من زحمة كبيرة، والناس بغالبيتهم الذين نراهم الآن بهذه الزحمة الموجودة الآن هنا هم طبعا تابعون للماكينات الانتخابية أكثر مما هم من المقترعين كما شاهدنا بأم العين منذ الصباح. هذا الأمر كريستين طبعا يعود إلى أن معظم سكان هذه المناطق هنا ليسوا من سكان هذه المناطق، معظم أبناء هذه المناطق ليسوا من سكانها، وخصوصا قبيل اقتراب موسم الصيف. ننتظر الآن لنرى إن كانت في ساعات ما بعد الظهر حيث أو في ساعات الظهر حيث يتقدم قليلا هذا النهار يأتي أهالي بيروت وجبل لبنان إلى هذه المنطقة للاقتراع. نسب الاقتراع في حال ارتفعت من المبدأ أن تصب لمصلحة لائحة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية البلدية، وأيضا إلى المرشح أمل أبو زيد، وذلك لقدرة الأحزاب على أن تنتشر في المناطق أكثر من الشخصيات المحصورة مناطقيا كالنائب السابق سمير عزار والذي هو حيثية محلية في جزين. هذا الأمر ننتظر طبعا أن نرى إن كان سوف يحصل خلال النهار أو لا. في حال لم ترتفع نسب الاقتراع في المقابل يكون ذلك من مصلحة طبعا المرشح إبراهيم عزار إلى المقعد النيابي هنا في جزين واللائحة المدعومة منه، وطبعا كما علمنا أيضا اللائحة وهو طبعا بشخصه مدعوم من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وطبعا الكتائب ننتظر لكي نرى كيف سيكون نسب الاقتراع من جهتهم، وهم الذين انقسموا بين اللائحتين البلديتين، وفي الحالة في حالة المرشحين النيابية هم يعلنون دعمهم للمرشح أمل أبو زيد. إذن هذه هي الأجواء الآن من جزين، ننتظر إقبال أكبر للمصوتين مع تقدم الساعات، وأيضا نستطيع أن نقول أن الأحزاب الآن كتيار وطني حر وقوات لبنانية بشكل خاص هم الأكثر تواجدا من خلال ماكيناتهم الانتخابية هنا في جزين. وسوف نقوم الآن في جولة على البلدات الأخرى، البلدات المحاذية لمدينة جزين، لنرى إن كان الإقبال أيضا مرتفع بحال كانت تلك البلدات مسكونة من قبل أهاليها وليسوا من الأهالي الذين يسكنون بيروت، إن كانت نسب الاقتراع مرتفعة أكثر، أم أن الحماسة النيابية الحماسة الانتخابية عفوا حتى الساعة ليست بادية على الأقل كما شهدته عام 2009 في الانتخابات النيابية وبعدها بعام في الانتخابات البلدية. نعم كريستين.
يعني فعلا وكما كان متوقعا مشاهدينا، طبعا أشكر الزميل جاد غصن على هذه الرسالة، وكما كان متوقعا فإن كل الأنظار متجهة اليوم إلى صيدا وجزين اللتان تشهدان أبرز المعارك الانتخابية البلدية وأيضا النيابية الفرعية في جزين. ونتابع بالصورة أحد أقلام الاقتراع في صيدا، حيث تدلي السيدة بهية الحريري بصوتها في هذه الأثناء. طبعا هذه التغطية في صيدا يواكبها الزميلان رامز القاضي ورشال كرم، وها هي النائب بهية الحريري تتحضر للإدلاء بصوتها. أذكر مشاهدينا بأن تسريبا صوتيا نسب إلى النائب بهية الحريري عشية انتخابات صيدا بعنوان الحريري في اجتماع لرشوة أهالي الموقوفين في ملف عبرة وغيره من ملفات إسلامي صيدا، وهي أطلقت فيه وعودا انتخابية. وقد ارتبط اسم بهية الحريري بملف موقوفي عبرة على خلفية استدعاء الأخيرة إلى منزلها في مجدليون مجموعة محامين أوعزت إليهم الترافع عن الموقوفين الإسلاميين في هذه الأحداث. هذا التسريب الصوتي طبعا كان قد نشر في نشرتي الجديد المسائية والليلية. ونذكر أيضا بأن بهية الحريري لعبت دورا أساسيا في الضغط لإخلاء سبيل عدد من الموقوفين في ملف الإسلاميين. نحن بالصورة إذن من صيدا، حيث تستكمل النائب بهية الحريري الإدلاء بصوتها في الانتخابات البلدية والاختيارية. ومعي الزميل رامز القاضي مجددا من صيدا. رامز، نحن نتابع بالصورة النائب بهية الحريري تدلي بصوتها، والآن مزيد من المعلومات معك بالصوت. سلام طبيعي. تصريح لو عزيز. صباح الخير. أول شيء بدي أشكر كل الإعلاميين اللي إجوا على صيدا اليوم، واللي عم بيشوفوا العملية الديمقراطية عم تمشي بكتير سلاسة. وهيدي صيدا. ما عم نحكي بالأحجام، عم نحكي بالإنماء. والإنماء المدينة عم تنتخب لإنمائها، عم تنتخب لمستقبلها، عم تنتخب لتطورها. هيدي رأيك بالحالة الإسلامية البعض؟ حق كل واحد يعبر عن رأيه، وبنفس الوقت إذا بده يخدم مدينته أهلا وسهلا فيه، والناس بتختار. رئيس الحريري سيزور صيدا؟ كيف الإيدي لحد هلأ؟ إن شاء الله بزور صيدا. شو بيمنعه يزور صيدا؟ اليوم يعني بيوم الانتخابات. هل اللوائح الثانية؟ هل يعني سير العملية؟ نحن مختلفين مع الجماعة الإسلامية وبنحترم كل الناس. في خوف من هل اللائحة الثالثة؟ ولا شيء. سامة صاحبنا وصديقنا، وهيدي عملية ديمقراطية، وبالنهاية بس تخلص الانتخابات كلنا سوا بدنا نرجع نضم ايدينا بايدين بعض لننهض بمدينتنا. ما في حدا لحاله بيقدر يكمل الطريق. خايفين انه اللائحة الثالثة غير المكتملة تشتت اصوات الجماعة الإسلامية؟ لا. هل سيكون عندنا ثقة كثير كبيرة بالجماعة الإسلامية؟ هل سيضم المجلس البلدي يعني المسيحيين والشيعة؟ طبعا بالقلب. هيدي صيدا حبيبي. شكرتك اليوم لأهالي صيدا. أهالي صيدا بدي أشكرهم كثير، لأنه من الصبح ابتدوا يعني عم ينزلوا بكثافة، وبإذن الله بالنهاية كلهم عم ينحازوا لمصلحة صيدا. خايفين انه ما يكون الاقبال كثير؟ لا 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 لا. خايفين من اي كان في قبل شوي عبوة وهمية من بتعرف هيدي بتعرف عنا اشياء كثير بس نحكيها بعد ما نخلص. رسالة تيار المستقبل انه بالنهاية هيدا ارادة الناس ونحن بنحترمها شو ما كانت النتائج. كان في حكي انه تيار المستقبل خفت شعبيته بصيدا. انطروا لتخلص يخلص النهار بتحكموا انتم. شكرا لك. إذن كان هذا تصريح للنائب بهية الحريري بعد الإدلاء كريستين بعد الإدلاء بصوته. هي أكدت يعني ردا على التساؤلات التي أحيطت بهذه العملية الانتخابية أن المعركة بالنسبة لهم وبالنسبة هي معركة إنماء وعن
مسألة يعني التحالف مع الجماعة الإسلامية ومخافة تشتيت الأصوات وجود لائحة ثالثة، قالت أن هناك ثقة بالجماعة الإسلامية وبأن الأصوات ستصب في مصلحة اللائحة التي يدعمونها. وعن مسألة مشاركة المسيحيين، مصطفى كمان حبيبي حبيبي، يلا ناطرتكم هون، إذن يعني هذا كان إدلاء نائب المدينة بهية الحريري. ومن المنتظر أن يكون عند الساعة 10 أيضا أحد يعني داعمي الأساسيين للائحة المقابلة، النائب السابق رئيس تنظيم الشعب الناصري أسامة. تشهد أقلام الاقتراع يعني كثافة مشاركة في هذه الأثناء، يعني مشاركة الشخصيات في المدينة من شأنها أن ترفع نسبة المشاركة وتزيد من حماسة المقترعين الصيدويين. يعني رامز لا أدري إذا كان يجوز هذا السؤال، ولكن في تصريح الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري قال إن التعويل على الأوفياء لدم الشهيد رفيق الحريري ربما يعني كان هناك خيبة من قبل تيار المستقبل فيما يتعلق بنسبة الاقتراع ببيروت. هل برأيك وبحسب مشاهداتك ومعلوماتك عم يحاول تيار المستقبل إنه يعوض عن نسبة الاقتراع المنخفضة ببيروت بمدينة صيدا؟ كريستين، نعم، يعني من شأن هذه التصريحات السياسية وتغليف المعركة بالطابع السياسي ربما، نعم، لزيادة حماسة الناخبين. في المرة السابقة عام 2010 كانت نسبة الاقتراع وصلت إلى 56%، هي نسبة لا بأس بها. هذه المرة يعول يعني الداعمون للوائح الثلاثة أن تكون النسبة يعني قرابة 50%. هذا الأمر ربما يكون من سابق لأوانه، حتى يعني إقفال مراكز الاقتراع وقله في ساعات ما بعد الظهر ليتبين نسبة المشاركة. ولكن أيضا يعني نسبة المشاركة صحيح أكيد بس لازم يكون في أيضا نسبة المشاركة، نظرا لأن كما كنا نسأل النائب الحريري أن هنا أشبه باستفتاء اليوم على أحجام استفتاء على أحجام القوى السياسية، فكل فريق اليوم سيقول في المدينة بالحصة والرقم الذي ستأخذه المدينة أو سيأخذه هذا التيار في المدينة، بغض النظر ربما عن النتائج والربح والخسارة في البلدية. لذلك تكون عادة هذه، بالعودة إلى سؤالك، يكون سقف التصريحات مرتفعة في كريستين؟ نعم رامز، إذن ما زالت النائبة هي الحريري على ما يبدو يعني تتابع جولتها في قلم الاقتراع. هذا سنعود إليك رامز القاضي، ننتقل إلى النبطية من جديد والزميل آدم شمس الدين. آدم؟ نعم كريستين، لم نعد في النبطية، نحن الآن في كفر رمان حيث يعني تشهد البلدة واحدة من أعتى المعارك في قضاء النبطية، تحديدا بين لائحة الوفاء والتنمية المدعومة من حزب الله وحركة أمل ولائحة كفر رمان الغد المدعومة من الحزب الشيوعي. في بلدة كفر رمان هناك 15 عضوا، اللائحتان مكتملتان. كفر رمان يا آدم بس بعدك بمحافظة النبطية وليس في مدينة النبطية. نعم تماما كريستين، يعني كما كنت أذكر هناك 15 مقعدا في مجلس البلدي في كفر رمان تنافس عليه لائحتان مقفلتان، واحدة مدعومة من حركة أمل وحزب الله وهي لائحة الوفاء والتنمية، واللائحة الأخرى التي رفعت شعار كفر رمان الغد المدعومة من بعض العائلات في كفر رمان ومن الحزب الشيوعي، إضافة إلى عدد من المستقلين الذين ترشحوا دون يعني إنجاز أو تأليف لائحة مكتملة. في كفر رمان نسبة التصويت التي حصلت في الانتخابات الماضية في العام 2010 في كفر رمان هي نسبة مرتفعة جدا، بلغت حوالي 58%، علما أن عدد المقترعين في كفر رمان تصل إلى حوالي 5000 مقترع. لن أطيل في الأرقام، سأتحدث أولا مع رئيس البلدية السابق الذي كان قد ترشح، رئيس المكنة الانتخابية لأي لائحة؟
التنمية والتحرير. رئيس البلدية الحالي المعتكف عن الترشح مجددا كمال غبريس، ليش سحب ترشيحك أولا وكيف توصف لنا الأجواء الانتخابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم بكفر رمان. كفر رمان بلد التصدي والصمود، لم أحد أن يحاول يغير وجهها. كفر رمان هي المقاومة وكل المقاومة. أما بموضوع الانتخابات، عم نمارس عملية ديمقراطية. نحن وكلائحة تنمية ووفاء ولائحة الغد، نحن آخر شيء بهمنا كفر رمان. عم نتنافس وهيانا كلنا مع بعضنا. الساعة 7 بس نسكر صناديق الاقتراع، منوقف مع بعضنا، وبس تطلع النتيجة منسلم فيها، واللي بينجح منقول له مبروك. معي أيضا المرشح على لائحة كفر رمان الغد حاتم غبريس، يعني كمال غبريس في لائحة وحاتم غبريس في لائحة تانية. أول شيء فينا نقول عن معركة كفر رمان هي معركة كسر عظم، وهل المعركة تقتضي يعني حاملة درجة إلى تقتضي أنه حضور أمين العام الحزب الشيوعي شخصيا إلى كفر رمان؟ نحن نعتبر كفر رمان ما فيش معركة انتخابية، في عرس ديمقراطي عم أهلنا يمارسوا حقنا الديمقراطي باختيار أعضاء مجلس بلدي. كلمة معركة ما منحبش تكون بقاموس أهل كفر رمان. لا كسر عظم، عظم مين بدنا نكسر؟ أو اللائحة التانية عظم مين بدها تكسر؟ نحن أهل حابين نعمل عرس ديمقراطي لاختيار مجلس بلدي لكفر رمان، ليشوف من خلال الناس اللي بدها تجي وفق كفاءاتها ووفق تمثيل العائلة كيف تأمن مصالح كفر رمان، ماخذين بعين الاعتبار التنوع الموجود بكفر رمان. أنا مرشح على لائحة كفر رمان الغد، لائحة عائلات كفر رمان مدعومة من الحزب الشيوعي اللبناني واليسار الديمقراطي وحزب طليعة لبنان. عندنا برنامج انتخابي للمجلس البلدي اللي بده يجي في حال فزنا، مركزين فيه على التنمية البشرية قبل بناء الحجر. صحيح البلدية السابقة عملت إنجازات بما يتعلق ببناء الحجر، طرقات وحيطان دعم وقضايا من النوع وإنارة شوارع. هذا الحكي بس لأنه رئيس البلدية الحالي موجود حدنا. نحن بال2010 كنا بلائحة بوش اللائحة اللي فازت. بعد الانتخابات وتوزيع المهام بالمجلس البلدي رحنا كلائحة خاسرة، باركنا للمجلس البلدي وقلنا لهم نحن جاهزين نحط كتف مع المجلس البلدي بما يخدم مصلحة كفر رمان. والحاج كمال بيعرف انه نحن كنا الاكثر تعاونا مع البلدية حتى وما عندنا ولا اي عضو بالمجلس البلدي، مش لانه موجود الحاج كمال. شكرا لك كريستين. يعني قبل ان اختم، قبل شوي قبل ما نطلع على الهواء، يعني رئيس البلدية السابق لابس كاسكات حركة امل وحضرتك وبدلتوها، عندكم استعداد؟ هلا نحن منبدل منعتبر. نعم كريستين، يعني هذا هو جو كفر رمان، هي حقيقة وجه كفر رمان. اللي بده يتعلم الانتخابات بلبنان يجي على كفر رمان. شكرا لك. سأطلب من زميل المصور يعني شكرا آدم شمس الدين من كفر رمان المتصالحة مع حالة على ما يبدو. من إلى باسل العريضي من جديد في جزين، تفضل باسل. باسل باسل العريضي من جزين، لا أدري إن كنت تسمعني. أنتقل إلى زميلتي كاترين حنا التي ستواكب معكم بقية هذا النهار الانتخابي. أعود وألقاكم في نشرة الظهيرة. إلى كاترين حنا إذن.